الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مجلس الأدباء، البرنامج اللي أسبوعي اللي عودكم على اكتشاف المواهب والملكات الأدبية واحتضانها وإظهار مكامن إبداعاتها وإلماعاتها الأدبية ومقابساتها الفكرية، باعتبار عن الأدب هو إكسير حياة الموريتانيين اللي رافقوا من المهد إلى اللحد، واللي عالج شؤونهم الاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية في شتى مجالات الحياة. هذا الأدب اللي هو ديوان أمجادنا، واللي خلد بطولاتنا، واللي خلد أخلاقنا، وخلد قيمنا، وحافظ على خصوصياتنا في ريق العولمة في زمن جارف كل مادة فيه ما اهتمت بذواتها وما اهتمت بخصوصياتها وما اهتمت باستشراف ضيوفها من الماضي واستشراق المستقبل، والعمل على 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 اكتشاف مكانزها البشريه اللي عدلت من اجل هذه القناه اللي قالها قناه ثقافيه، وعدلها البرنامج من اجل انه ينور الساحه الثقافيه الادبيه ويثمن ويحفظ الانتاج الادبي للادباء الموريتانيين مختلف منالهم مختلف مشاربهم، بغض النظر عن ايديولوجياتهم، بغض النظر عن اي اثنيه، وبغض النظر عن اي شرائحيه، وبغض النظر عن اي شيء قد يفاوت بيناتهم. الادب هو عنصر الوحده الوطنيه، هو عنصر من عناصر قوه الثقافه الموريتانيه، وعنصر من عناصر الديمقراطيه الموريتانيه. بالادب من اباتنا اللي ورثناها عليهم الى اليوم يسمع من الناس كامله، ولا خالق قاف زين تتعاطاها لسنا اليوم ما تسمع الناس كامله ونهول الناس كامله، ولا فيه اي مثلا معنى، ولا فيه اي نقد، ولا فيه اي مبنى ما هو مرتكز على 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 الانتاج وعلى الثقافه عن لا لون لها ولا عرق. رحبوا معي بدايه هذه الحلقه كما عودناكم، ولاول مره على الشاشه الثقافيه، ولأول مرة على 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 مجلس الأدباء، رحبوا معايا بالأديب المختار وللسعد الفائز الثالث بمسابقة شعر التوحيد بنسختها السابعة. هذا الأديب اللي غذى الساحة الثقافية وغذى العالم الأزرق بياسر من نتاج الأدبي، اللي عبر عن الأديب الموريتاني الشاب بفكره وبأخلاقه وبحضوره وبتوحيده وبمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم وبكاءه على الأطلال وبتمسكه بقيم وبثوابت الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناصعة اللي ما فيها التنطع ولا فيها الغلو ولا فيها التطرف ولا فيها ما هو الوحدة الوطنية والعزة والكرامة والحث على الأخلاق والعمل بالسنن الحميدة واقتفاء الأثر الصالح ذلك المحجر البيضاء لليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بنفس المستوى وبنفس الألق رحبوا معي موهبة وبملكة ظهرت من خلال شاعر التوحيد النسخة الماضية، وهو محمد السيدياء وللدمان. هذا الأديب اللي له ما بعده بإذن الله تعالى، اللي هو تعبير عن ملكة، التعبير عن خصوصية، التعبير عن موهبه، دور من خلال هذه الحلقه باذن الله تعالى. ما انا لهنا مسخ عليكم ولا انا لهنا حرموكم من اكتشاف انتوما بميكانيزماتكم انتوما وباصباغكم برطوشكم وبادواتكم، وهذا هو اللي دائما مطبينكم عليه، لان خلوكم انتوما وخلو لكم متعه اكتشاف وتعليق والتعليق على هذه المواهب الادبيه والملكات اللي تخطات سنين مواهب تبارك الله به اللي ناضجه وملكه كان يقلها توتو وخر، الحمد لله بتوفيق من الله وباراده من هو مولي الحمد لله به اللي ما ضاع حق له مطالب والله وراءه مطالب، وهذه القناه وهذا البرنامج مديور اصلا لاكتشاف هذه المواهب واتاحت لها فرصه انها تجبر منبر تعبر فيه عن ملكاتها وتعبر تنشر فيه انتاجها الادبي. مختار شو الحال؟ مرحبا وسهلا. ياك لاباس؟ ما شاء الله تبارك الله بخير وعافية. ياك صحة. الحمد لله ما شاء الله. مرحبا وسهلا. شحال أهل
هذيك المنطقه الزينه اللي قالها بومبري ان شاء الله عليهم مع السلامه. شعاك بعثوا ياك ياك ريالي القمر اللي هي اللي زينين على كل الاف ان شاء الله. الله يلهم تبارك الله زينين تبارك الله. يعني شب شو عليك بقى؟ لا تشب شو عليك راك الصور. ايش طاري يا جماعه؟ ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله ان شاء الله تبارك الله الحمد لله ان شاء الله. هذه فرصتك انك مثلا تجابر مع جمهورك على الله والله على قناة الثقافة حتى برنامج مجلس الأدباء قالوا المصريين بيتك ومطرحك والله إلا حد شاكركم على الاستضافة حتى زينة عندي فرخرتين. لين نبدا معاكم كالعادة عندي مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عودتنا عليه تبارك الله الرسول عزت ولاجمي معدلنا باش نبغوه جيل يعقب جيل وجالنا ما تميل عن استو استو دقانين وفر وتخاوينا لهي بذي الحيل التم استو دقانين وتخاوينا واستو مستحيل تنسنا فيها تخاوينا احنا رسول الله وينو عمامه واستو مستحيل تنسنا فيها تخاوينا احنا رسول الله وينو عمامه والله استو مستحيل تمسنا فيها تخاوينا احنا رسول الله ونعمان من بداية النص الدور يجيك؟ ايه رسول عستو بلاجمي معدلنا باش نبغوه جيل عقب جيل وجيالنا ما تميل عن عستو عستو دقانينا فرح وتخاوينا ولا هي بذي الحيل تم عستو تخاوينا ودقانينا وعستو مستحيل تمسنا فيها تخاوينا احنا رسول الله ونعمان وندور ويشفع فينا بلبات ولمات لامن وفدوه اللي فر في يدينا اللي عندي اللي عندي اللي احكي حكايه مطرحه ما يقدر يمشي النص هكذا وتوفى هذه كرزه ما قد شاف نوع بيت زين او التركه فتبارك الله ما شاء الله حتى المصورين فتبارك الله ما شاء الله اللي معانا وطاقم البرنامج عود منبهرين منهم به اللي حد في السن يعود يقول ذو الكرز اللي فتبارك الله ما شاء الله يشك حد عنهم لهم ياسر من زمن تتعاطاهم للسنه هم وليدين هذا الزمن سبحان الله رسول عستو بلا جميل ومعدلنا باش نبغوه جيل عقب جيل وجيالنا ما تميل عن عستو عستو دقانينا وفر وتخاوينا ذي الحيل تم عستو تخاوينا ودقانينا عستو مستحيل تنسنا فيها تخاوينا مزيان ذيك تخاوينا وتخاوينا جيناتها ما يصح احنا رسول الله وين وعمامه وندور وزاد يشفع فينا وبلبات ولبات بلبات ولمات لامن فدوه اللي فر في يدينا اسكت واحد اخر مو يدك يسك اسكت شر المتين طامي ايوه الشر المتين طامي ويرد كان منه الكون البفية والحرام ما راد عنه حد ومنين جا خاتم الانبياء قامت العافية الصواعد السماء لا تليق در مظلوم ينسمع وظمات الاخلاق والكرم مظلمة والسقام البحور النقية السقام البحور النقية عادت المحرمة محرمة والجائزة جائزة زاد هي عادت المحرمة محرمة وعادت الجائزة جائزة زاد هي صرت كذا زين صرت كلمة ما تتكلموناش بالتالي انا البنت الكبير هذا مغني فيه ومن زين اللي في ملكاتها وشباب انا ما هم نقاطين ديك بين قوسين تلقى لك رقاش اللي مهرب وسوير اللي يحسب بايديه ويحسب باصبعه ومره لا يحسب شيء وش من الاشياء الاخرى اللي قاع حسب تمام عرف قاع ايش نكتب انهم يقولوا بالسليقه مع قديرهم اذا كانوا العطش اذا كانوا ما مايت البتر كبير اذا كان البتر كبير هم يقولوه بالعفويه وبالسليقه وذيك هي الشعريه والشاعريه والشعريه ملي راهي ما هي بسيطه قال لي الناس ساك عنها كل شيء عنه شعري هو خالق النظم وبينه فرق كبير هو والشعر الشعر ذاك اللي تحس عنه الكلام اللي ما هو عادي الفرق بينه هو الكلام العادي لا الفرق بين المشي والرقص على ايقاعات المشي اعتيادي واعتباطي وقد حد يمشي فيه كيما بقى ما عنده قاعده بينما الرقص عنده مرقص وعنده خطوات وعنده ايقاع ما الله يحوز عنه كله وكي الله يتم راكب على الشد نفس الشاعر اذا نعود يتحدى بالشعريه تحس به انه ما مقيده المبنى على حساب المعنى لا يجيب صور ولا يجيب اخيله مجنحه ولا يجيب تحس انه ملي وراه شيء من 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 القاموس ومن القاموس اللغه اللي يشعر به وتحس فيه انه راه ثقافه وتحس انه راه تحس انه راه فكر وتحس انه ما هو منطلق من فراغ تحس انه ما فيه خوة
تحس ان مثلا وين ترك شورو استكشاف المكنز اللي يقبض هو منه مثل المنبع اللي يغرف منه ومنظفه، وهذا هو اللي يميز تبارك الله ما شاء الله. ما يزين قال جيش هاي صبتك البدايه زينه تبارك الله ما شاء الله. هذا ما شاء الله تبارك الله قدر مزينه بسنتي. ايوا الذي محمد السيدي قدام انت شحاله؟ لاباس يا خير شحال قطة كاملة؟ لاباس الحمد لله. شحال ديك الوالدة ياك مبالاة ما قطعتش؟ معافية الحمد لله بخير. البرنامج بعد ساكن لك تبارك الله بالمرور. الله يجازيك. الله شاهدناها وقيل المسابقة شاهد التوحيد. الله يجازيك. شهادة التسبيح تبارك الله. وهي من سمات الفضل ومن سمات والادب مبني على الادب، والادب اول وبعد قاعد الادب مع مولانا. وحد عاد يدير مع مولانا يلا يعني يطبق اللي قال مولانا. الله يعاود يدير مع مولانا ولا يطبق اللي قال مولانا. الله يلحق. وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله وبعد قاع هاي الوصيه بعد قاع اللي ما قدرت تشاف نوعا نادوا البيت قالوا له انت والدك سعدك غرق يجينا قاطع قلبك بالقران بار والدته قال لما انا بيجينا ولا بيجينا ربي لوالدتي قاعدتو كافي قطع الوالد. الله الله يا رب نبلغي له تحيه كبيره اللي انجبت هاي الملكه اللي ان شاء الله درت دار ان شاء الله تكتشفوها باذن الله تعالى. الله يجزاك. واش رايك تحت عندها ولا وكل انت كنت تختار تقول جمهورك. الله يحييكم بعد قاعد تبارك الله عودتونا عليه تبارك الله استضافة الشباب وتنعات لهم ياسر تبارك الله عنهم تبارك الله ما مصيبين عنكم صراحة. الله خير جزاك الله خير. نبقى نبدأ بالمديح. الله حتى لا يمكن حد يجيك على ما تحصل. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طلعة تقول صلى الله عليه وسلم. تقول انت هو مصدر للهام يا الرسول وباشت لنا. انت هو مصدر للهام يا الرسول وباشت لنا. ايوه. وانت هو دقداق اصنام الكفر وعندك ينبي معجزات تذكر لفام ما تحصيها الادمية. معجزات تذكر لفام ما تحصيها الادمية. مضحك زين علي ننزاد بيه ونتمونك داخلية. مضحك زين علي ننزاد بيه ويتمونك دخلية. ايوه. ينبي وانت هو زاد ينبي خاتم الانبياء. ينبي وانت هو زاد ينبي خاتم الانبياء بشتم السلاسة. كون يفقدك بهمام رحمة الله عليه الملك. الظاهرة. هذا بيا همام. وانت هو زاد اللي بيك. الانبياء خاتم لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللي طالعه. والله تقول انت هو مصدر الالهام. انا بعد اني حفظتها. انت هو مصدر الالهام. الرسول وباشت لنا. الرسول وباشت لنا. انت هو دقداق اصنام الكفر وعندك ينبي. ينبي. معجزات تذكر لفام ما تحصيهم لا دمية. ايش انت ذا مطرح؟ معجزات تذكر لفام ما تحصيهم لا دمية. وبشكرا. ومدحك زين علي نزاد بي وتمونك دخلية. ينبي وانت هو زاد ينبي خاتم الانبياء. ها نصح فوت. ما هو عادي ترى ما في سالفه ما هي مستقب. كل تافليت واحد منه بدي يسيح فيها فارس بها فتبارك الله ما شاء الله الزين فتبارك الله ما شاء الله وكبر معنا. وشوف كل تشك نص مركب ولين نركب مول وعدل تروحي بكي ادبية وانت هو زاد ينبي خاتم الانبياء. والله من زاد بي اسكت اسكت اسكت. الله يا خي لا يغلق طلع اخر من المديح. ايوه شنبت تقول انا وقتي نمدح رسول الله اللي سيفه مسلول. انا وقتي نمدح رسول الله اللي سيفه مسلول. ينبغ ليش من المقول يفكر حتى ويخمم. ينبغ ليش من المقول يفكر حتى ويخمم. نتخمم شنعدل شنقول والله نسكت ما نتكلم. والله نسكت ما نتكلم. خذ هذا السحر. نتخمم شنعدل شنقول. والله نسكت ما نتكلم. نقول انه مرسول نعود مرشخ ومعمم. نقول انه مرسول نعود مرشخ ومعمم.
ولين نقول انه مقبول مرشح زاد ومتهم ولين نقول انه مقبول مرشح زاد ومتهم هو قبله كانت العقول في الضلال لا تتقدم هو قبله كانت العقول في الضلال لا تتقدم ايوه وقت انجع عاد اللي من يقول به الشفاعة هو قم وقت انجع عاد اللي من يقول به الشفاعة هو قم وعادت العقول اللي مقيول عنه ما تفهم شي تفهم وعادت العقول اللي مقيول عنه ما تفهم شي تفهم اسكي ايوه وعدت الله عند ذا مقيول منين في مدح ونتخمم وعدت الله منين في مدح ونتخمم انتم متوف ذا معروف عليهم صلي مترحم انتم متوف ذا معروف عليهم صلي مترحم دخل وسلم زاد انتم متوف عليهم صلي وسلم زاد انتم متوف وصلي يلا ريم الجنة يلا ريم الجنة يلا ريم الجنة فتيلا والرقيب فتبارك الله فتبارك الله فتبارك شفتوا تيفلواتي اللي كلهم بالغة الحطبة ومعقدة كمامة وماشيات على وجه لما كلهم فتبارك الله ما شاء الله وحدها مستقل كل تيفلوات انتين مستقلات وواقفات وكرسعات وقاعدات على حجرة صحيحة كلهم تعرف ومبلوغة مولي على غط راسه وعفوان فتبارك الله ما شاء الله اللي الله أنا وقتي نمدح رسول الله اللي سيف ومسلول ينبق ليش من المقول يفكر حتى ويخمم نتخمم شنعدل شنقول والله نسكت ما نتكلم نتخمم شنعدل شنقول والله نسكت ما نتكلم إلين نقول إنه مرسول نعود مرشخ ومعمم إلين نقول إنه مقبول مرشخ زاد ومتهم وقبضه كانت العقول في الضلال لا تتقدم وكتنجع عاد اللي من يقول به الشفاعة هو قم وعادت العقول اللي مقيول عنه ما تفهم شي تفهم وعدت الله عنده ذا مقيول منين في مدح ونتخمم نسلم عدت الله عنده ذا مقيول منين في مدح ونتخمم انتم متوفوا ذا معروف عليهم صلي مترحم ونسلم زاد انتم متوفى عليهم تبارك صلى طاهر مولانا فتبارك الله على طبق من ذهب فتبارك الله ما شاء الله وهذا هو السحر الحلال شفت تركيب الكلمات طلاسي شك عنهم شمل جداول من الكلام اللي ما هو من الكلام اللي كله مقبوض من زر من الزمنية قم واللي جات في بلها تعرف لك وكيف الضلال لا تقدم تعرف قرحة حتى قارحة الضلال لا تقدم هاي تقدم حد سمعها من اليوم قشمي والله فجال والله فيه صفر من الأدب شك عنها تقدم التقدم هو القهقرة عكسها تماما في الضلال لا تقدم ها تسمع دفي يلا ريم الزين يلا ريم الزين شو صار منطق شنقو شنعدل شنقول نتخمم شنعدل شنقول شفت التراتبية نتخمم الفكر هو الذي شنعدل شنقول ها هو المنطق زيد الطويل بالأصفر بن مالكي في داره بالأمس كان متكي بيده سيف لواه فالتوى فهذه العشر مقولات الصور هو الفعل وردة الفعل والحالة ورد الحالة والفعل ورد الفعل بيده سيف دواه شنتخمم شنعدل شنقول يقول في بلاد مسكت صنت تستهدي شفت ترى الابداع الله يبدع ما شاء الله هذا ترى اجماعات الابداع ومكامن ومقابسات الذكر تخمم شنعدل شنقول هو النص روالك هو القايل للطفران ما هو القايله مع انه هو القايله كلهم مشترك مع الثاني في الروايه سبق الاشرار الاصرار والترصد الجريمه مقبولة ومحبوبة اللي هي قتل هذه الكلمات بهذه الكلمات هناك الحب تقتل نفسها إن الحروف تموت حين تقال بمدح النبي صلى الله عليه وسلم حبنا قاع لو أرواحنا قاع شلين عدل مهجنا قاع لا يمشي عليهم كافي قاع لا يمشي عليهم يعود مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعودوا له طريق والله يعودوا بين جفوننا يعودوا له يعودوا له يعودوا له لواحي طرقوات مستقمات يمشي معاهم مدح النبي صلى الله عليه وسلم معناها قاع ان اولاده والله هو صلى الله عليه وسلم والله اصحابه والله شيء كامل يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم
ما حبته احنا قاع مثلا بالنسبه لنا هو وكلشي. ها نصفه تبارك الله وتبارك. ذكرت برور الام وغاط. ايه امي لين خلاتني يخليها رباتني على الدين وقراتني الاخلاق وذاكر فيها مش زين ووصاتني عني نتحكم بيها. امي لين خلاتني يخليها رباتني على الدين وقراتني الاخلاق وذاكر فيها مش زين ووصاتني عني نتمسك بيها. ونتم على كرامتي في الدنيا ما نرخيها ونروي في الجود عمامتي ونتم لا لاويها نروي في الجود عمامتي ونتم لا نتم لا لاويها مخطا بالي ما غنى تركت ترك لي جنونه يا مرقون احبه القروطنا اهل بير تراه المقنزع ذاك اللي بوقد عبو سرمه بو سبعه مل سو سبعه حرش اسكي 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 امي منين أمي لين خلاتني يخليها رباتني على الدين وقراتني الأخلاق وذاكل فيها مش زين ووصاتني عني نتمسك بيها. اللي ذا أمي لين خلاتني يخليها رباتني على الدين وقراتني الأخلاق وذاكل فيها مش زين ووصاتني عني نتمسك بيها. اسكي نتم على كرامتي في الدنيا ما نرخيها ونلوي في الجود عمامتي ونتم لا لا وي. اسكي ونروي في الجود امامك ونتم اللالاوي. الله يا صرتك وصرت انا عندك ما يخص برور لم طلعت وقطقتهم من نوع توجيهات تقول عنهم برور تلم شيء عظيم لم شيء عظيم ما يقد يتكرر. أيوه. واعطوها حقها فر وخير. عقوقها راه شر وشر وبرورها هم اللي خير وخير. اللي ما تنعتوا العز وخطوا في البرور كل حز. ومن البرور لا تقولوا يز تم البرور كاردين سير في الدنيا والآخرة تراو مز برور لمات يا الناس شي كبير. لم لين تموت ينسد باب الجود وينكر ذاك اللي كان ممدود وتمشي البركة اللي كانت فمت سود ويمشي اللي كنت فيه بلا دبير وظالمة في بل النور تعود ويعود اللي كبير كان صغير. ولا يطيح عنك في منين تموت لم برورها يتم فم ولا حد عن ذي الدنيا عدم وخلوا ذاك من القدير تيسير واللي فوق التراب يدعي له يتم تحت التراب ما يعذب القدير. والعقوق اللي لا يديرنا في بلد فيه ومنه يجيرنا ويجير منه مولي لغيرنا مولاه قد اللي عدل من خير بلاش دير بعد عند قديرنا والخير عنده زاد بلاش دير. نعوذ بالله السنة لا بلاش دير عند قديرنا والخير زاد عنده بلا قدير. يا الله المسن يا الله المسن. لم هي 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 الكون بتجلياته باللي وحتى اصطلاحا وحتى لغة أم الشي وهو الجاي منه أم بكر تخماء ودم لينا يمشي بها مولانا تقد تصد على الجهات الأربعة وتعرف أنت ما بقالك صديق ولا يلزمك من هالشيء ولم ريحتها تعيش ولم برورها يطلع الدرجة وقلته يساوي مع التراب نقول خير السلام الجنقير المانع البندير الطاغية المتين اللي نعود بار لوالديه ينفعوا له والعكس يطرحهم على التراب نقول لك خير السلام ما رديت لي ذلك ما يبند قاع نقول خير السلام مولاي. هم بعد طليعه من لفتيت ناقص فيها في شعلاك اليم بدايتها غزل وعقابها شوخر اللي بالي منها جابر ساق ملوله اللي بالي منها جابر ساق ملوله واللي الاخلاق لها والنيه والثبات جيت نسول عنها قالوا عنها ما جات والوخرين حتى عنها باشي تلمات لجنة تحت أقدامي لأمها. الله يزين اللي بالي منها جابر ساق ملولها واللي الأخلاق لها والنية والثبات جيت نسول عنها قالوا عنها ما جات والوخرني حتى عنها باشي تلمات لجنة تحت أقدامي لأمها. تتناقص زين لا 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 لمات للوالد باط. الله 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 يقول يا ربي والدتي طوال عمرها بعد بزين الحال. يا ربي والدتي طوال عمرها بعد بزين الحال زين حد.
وكفيها باس الخلق قبال وأقوالهم وأفعاله. وكفيها باس الخلق قبال وأقوالهم وأفعاله. انصرها في الدنيا بكمال والدين انصرها بكمال. انصرها في الدنيا بكمال والدين انصرها بكمال. وطلبتك يا الواحد الأحد والدتي في الدهر بحاله. خليها لي الله أحد بوالدته. لا إله إلا الله. مجد ومتنسى راسته وتبارك الله نعتن عليه لين قال واحد. يلا مزيد اللي ذا والدتي والدتي يا ربي والدتي طوال عمرها بعد زين الحال. وكفيها باس الخلق قبال وأقوالهم وأفعاله. وانصرها في الدنيا بكمال وفي الدين انصرها بكمال. اسكيب وطلبتك الواحد الأحد والدتي في الدهر بحاله. وخليها لي الله وحد بوالدته وخليها لي. الله لي مزيان الله لي مزيان الله لي مزيان الله لي مزيان. خليها لي الله وحد بوالدته وخليها لي. تعرف إن من البيان إلى السحر. إن من الشعر إلى حكمة وإن من البيان إلى السحر. وهذا تعرف السحر. السحر الحلال اللي قال كابر هاشم رحمة الله عليه. شنقيط مجد توالى عبر القرون توالى. شنقيط مجد تلالى عبر القرون توالى. والشعر ينبت فيها بداهة وجمال. وإن فيها شعرا عذبا وسحرا حلالا تعد للسلم سلما وللنزال نزال. سكحت سكحت أي المختار. نحكي لك طلعة توجيهية. الله يهمني. فمنين اللي ترقب لك فلو فمنين اللي ترقب لك كلها فمنين اللي ترقب لك كلها في الدنيا بتحصلها فمنين اللي ترقب لك كلها في الدنيا بتحصلها لين تحصلها عملها في اللي صالح وعلى ضبطه واللي خاسر جوليه لها واللي خاسر جوليه لها عسك تدخل منها ورطة. ذيك الرخصة لا تقبلها طب على المعطى ما تبطى. طب على المعطى ما تبطى. ما تبطى. تعقب تمشي وتبقيها مع حياتك منها زبطة. وتجي مدة الفخ فيها ما هي في الشرطة والبرطة. سكحت وتجي مدة الفخ فيها لا في الشرطة. حتى ما من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها من الكيبلها وحقاقها تيمركات وشوايل ومشى عنها مراقها كيف تمشيت الاوائل يا حد الدنيا مايله شوره وعليها مايل فطن بعدنها زايله وانت امراه زايد قال لنا كنا نبقوا فيك التنزاه اللي خالق المزاه من عنده قمون على اله لا كيف اللي رتخيتي معلومك الاول فوتناه واليوم بلا بيه تليتي وعاقب الحال عدتي في الدنيا يا خيتي يا حرك وحد وفرحتي والله خالتي تليتي. خالقة طلع الصخرة من الماضي يوم اللي قلتها تقول حاسي علم وحاسي حلم حاسي علم وحاسي حلم وحاسي جاه وشانه في الحال حلمه مازال بعلمه حاسي علم وحاسي حلمه حتى عندها حاسي جاه وشان وفي الحال مازال بعلمه بحلمه بجاه وشانه مازال اسك 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 ما يوكح مريتان ايتان الحجمة في ايام قنا خير وزاد الله في الزيدان تروي منه كل جال ما خلاه اللي مريتان ام اللي ما يقول تقال حاسي علم وحاسي حلم وحاسي جاه وشانه في الحال الله يرزقنا تكلمت جاه وشانه مزال الله يرزقنا الرجال اللي تحدات رفايق العد ما خلاه الدولة تتشتت تشتات نصبت شوره في الرحلات خلال الين بنصرتها ولات عقب ياسر مشينا يا خلال الا زين نصبت شهر من الخلال صرتك الازمنيه وزين بالثامن والعشرين وعات لما تحت اسم الاستغلال ولا يتم سوف هو تكم موريتاني قم مسقم في الخصال اللي ما تنذم عنها محال انه ينضال ولا يتم لا يتقدم وعلى ذاك ربي لجال والمصالح حمضمضم ويلود للزيدان قبال في الناس اللي تتخمم تخمام ثقيل ولا تسحال حاسي علم وحاسي حلم وحاسي جاه وشانه في الحال مازال بعلمه بحلمه بجاه وبشانه مازال الله لي مزيان استك تروسي في القاف الا واعر واعر تروسي في القاف هذا حلم وعلم تروسيهم والوزن بالعطف حلمه ها 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 اسك 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 يا ابو زين حتى احكي لي طلع اللي مشيت لنهارك كذا في النسيب طلع
لانوق فيها تروس. ايوه. وقي زيرت بعد العيد عن باقيهم وحال حيد. وقي زيرت بعد العيد عن باقيهم وحال حيد. وقي زيرت بعد العيد عن باقيهم وحال حيد. ايوه. وسلم اللي محال بعيد عن الحريثة يحسن فيا. ها. ذيك القبليه المجيد زاد نحيد وبديهية. اخذ السالي سلام عليكم بعد. ايوه. ومعايليمة في البلد سيد معايليمة وفوقاني. اح. وزيرت بعد السليمة زاد العيد الماشي بيا. ها. وقي الصوم عايليمة والحريثة ذيك القبليه. ها 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 الله نور وساب. صرتك ذيك نور وساب. صرتك لو رؤساء ولين ورؤساء وحق حق الله لي مزيان الله لي مزيان الله لي مزيان. ايوه زيدني. ثم الصوت طلع قصير من بتيت الناقص. ايش بقى كرت هذاك بتيت الناقص قلت لكم هذا عنه ما يحمل الدحميل وعنه بسليطين هو من نفسه من السلطان تعرفه وانيق ورشيق ولا يحمل تعرفه ما يحمل ذاك بتيت الناقص الا ما خف وزنه وغلا ثمنه وله له هكذا بيلي متحالي مع الروح هو من كلام بتيت ناقص من بتوت الروح روحاني هو من نفسه ولا يحمل ذيك المسائل. والله ايش قلت بوي؟ والله توكل عقلك وتجيك بالخاسر ريمك ذيك وتقول انها تبقيك مكذبه وتلقك وتشد وتوف عليك يا الله لمصر. وتشد وتوب عليك يا الله لي مزرقك هاي مزرقك ريالك لياسر من زمني لو درهم كان قالوا الصيد كاس الصيد وقالوا ما قولوا تلقاه مخسر تخمامي اللي نوبه نختير نقولوا كاش قام من قدامي الصيد وقالوا ما قولوا عدت مقلل في الملاي وعدت مولي قاف نقولوا يغلبني قولوا لله بعد القوه والحول حتى هاي مزرقه ريالك وارد الله لي مزرقك ها 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 وطلقك وريك اللام الصابي فهم الراعي فقراد ولكي والراعي زاد طرحت الام يسقف نخل بخبك بخبك يلا زين صرتك اللي زين علي طلع اي زين هاي زين هاي زينه وفيها فيها طابع زمنيه ريفيه ترى عاونوكم اللي فيها الماضع ولكي بخبك اسكي اغراد ولكي الجواد ما هو كيفت عندي الاغراد ايوه ولا يقدر يكردني كراد علم جي الاغراد ولكي طرحت الام يسقف زاد اللي نبقي بخبك عزت نخل فيه تنزال أنا منها تنزكي وريك اللام الصابي فما الراعي فقراد ولكي والراعي زاد وطلعت الام يسخ من اخر بخبكي. او قاع الاغراض ما تشوفهم حد ما قال دوك ذيك ترك ذاك القود من عند الججايات ماشي لين القوارب الى قاع الى 14 الى 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 سبعه ها واعر على حد يشوفه يقول شي ما قال شي. تعرف كيف قلت ابراهيم ومقدمين له تحيه كبيره القديم والداعيه والموجه والانسان ما انا قاعد حالك خاصه بالنسبه لي شيء كبير بالنفس مثال الفتاه ومثال ياسر من القيم وياسر من الاشياء اعرف ذاك الزمن غيرني تعرف حد يقول طرحت قماطين وطرحت علب احمد دين موسم في البال بتين والولكي وعلابه شتى فيه مسكين البال على بابه غرسوا فيه ذيعات وزازاهم فتراب هذا هو ما طرحات مولانا وكاع ابراهيم ملك لبتيت الناقص من ملوك لبتيت الناقص التاريخ هو حد يقول قطعت مت علي من جدر ستيري عود على عيني من ذاك الحين زقر بالي مات في جم الغبه قد الشبه ولا تبي ما طموع عن الغيود على زر كيف العود ومقطوع كيف العود من جدر غريلك ما يزيمنا ما يزيمنا طلعت جابر الشمل لو جاع له هو جابر الشمل لو جاع والترياع بالكراع الاحمر شي ما وقاع كيف تشي تخلق والترياع الى شاع تخلق منه لبدك ويلعق الخطر لك بين تحضره والله تزمك
وعرف لك عن عظمي ما يخلطوا في شدك وقول هادير ومناسبته طلع هادير وطلع قط في زمن البداع جابرنا عند مكتبة المخرج الكبير والإعلامي الكبير يسلموا التاجدين وقدموا تحية كبيرة أحد زملائنا الحقيقيين وأحد الساحة الثقافية اللي هو قاع موج بالبداع اللي هو منتج برنامج البداع اللي فخر فخر الإنتاج الثقافي في الوطن اللي اكتشفوا من خلاله ياسر المواهب وهو اللي كان شرارة هذه الثورة اللي خلقت في الإبداع حقيقة بعض حكمة شابنا المكتب وقال لي خلق طلع قال لي حد منها لك نختارك تحكي علي رأي لي أنه انتهى الوار هي اللي يقول فيها حدبة يقول فيها يلبال صبروا عليك صبرك زين يقليك يلبال صبروا عليك صبرك زين يقليك رادع ليك المليك لسقام تترضى والخبطة فيك شبيك والعظمة مقضى ما اشتكيت اللي فيك الخبطة والعظمة يلبال صبر وهاي هذه البراهيم الكريم استاذنا يلبال صبروا عليك صبرك زين يقليك رادع ليك المليك لسقام تترضى والخبطة فيك شبيك والعظمة مقضى ما اشتكيت اللي فيك الخبطة والعظمة ايه زين حتى لين نحكي طلع أقرم وجه الله الله بكى الله تقول نبقي لما يسخن والكي وعلى خاطيهم ما نبكي سلسبيل مشش في الكي كيف تمحاك مجتمعين سلسبيل مشش في الكي مشش زينة مشش في الكي كيف تمحاك مجتمعين والهم زاد لهم نشكي وماسيهم كيف تلقرين وقبنهم ما هي من شكي ما هي بين معنها ليدين في العزة شوفان ما هي بين معنها ليدين اسكي 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 في العزة شوفان مسيل عايدري معطن لتقيوين ذاك واخذ بين حسيل قسلات ذاك واخذ بين حسيل قسلات وتقماطين وتقماطين اللي هاي من هاي النمات النمات التيت هاي النمات التيت هاي ما قد سمعتها عنده والله هذه طلع هاي الغنى نبقي لهم ويسخن ولكي ايوه وعلى خاطيهم ما نفكي وسلسبيل مشش في الكي كيف تمحاك ومجتمعين والهم زاد لهم نشكي وماسيهم كيف تلقرين وغبنهم ما هي من شكي ما هي بين معنها ليدين في العزة شوفان مسيل عايد اللي معطل لتقيوين ذاك واخذ بين حسيل غسلات وتقماطي وتبارك الله طفل هاي طالعة مش رفعته مكانا عليا في الأدب قطعته مراحل مانعت به اللي شفت هاي هذاك هو هاي الطلعة درس في اللي قال البكاء الأطلع ولهم نشكي وما سيم كيف القرين أترى إلى عادة عن ترى ابن شداد قد تحاور حولي خيله مهر عنده لو قال عنه قاع ما وصل لها بالفعل به اللي قال لو طرح لها الشرط قال لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي هم بصقاع معدلهم كيف تلقرين القضية فات 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 خطاها بياسر المراحل والفراسخ سنة ضوئية قال عندي ومعدل ولهم نبكي ونبقي لهم يسخن والكي على خاطيهم ما نبكي سلسبيل مشش في الكي كيف تمحاك ومجتمعين والهم زاد لهم نشكي والهم زاد لهم نشكي ترى هاي انسنة الطبيعة اللي عند الرومانسية وماسين واحدينهم سبقونا احنا لها في 1900 وشوية أو احنا قاعون في مجتمعنا عادي عندنا شو هالطفل اللي ماسيهم كيف تلقرين والمزاد الهم نشكي وماسيهم كيف تلقرين وعلى خاطيهم ما نبكي ترى الوزن مولي اللي ما كلفوا الشيفة تبارك الله ما شاء الله اسكي 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 راعي سلسبيل عندك ما نكجاب رفيق قدك ونولكي راعيه قدك ما تفيد صار وعاد فتني نار فقدك ينتان ويحرار ولا تلك يكون تفكي رايوك ديار سلسبي وذان ولكي ذيك تيني نار شتزين شتزين تروسي في سخيل يلا ريما زين اختار تبداع وتوف اختار بداع هي الحقيقة الله أنا بداع تبارك الله تبارك الله تبارك الله ايوه محمد شلاي تقول لنا هون طير قطنا اعطانا بشعر التوحيد ايوه غرض التوشي والله 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 جبت فيهم
عنشي صالح لا تولي ورا عمشيشين في اللي حق حق حاجة اللي نلقاو منهم انهم 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 تاثروا منها حتى تاثروا منها بهبي شقع عنها مثلا كبار من السنين وهو حتى تشك انه زهير بن ابي شير ما في النصر تمشي شنبته عنشي صالح لا تولي لا تولي ورا عمشيشين في اللي واثق فيك ولا تخلي انا لا صار الشيء للي عالق فيك دلي ليدين السنتين ها 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 للي عالق فيك دلي ليدين السنتين اسك اسك عنشي صالح لا تولي ورا عمشي هاي الحكمة عنشي انا من الشعر الحكمة عنشي صالح لا تولي ورا عمشي شي ورا عمشي شي في اللي واثق فيك في اللي واثق فيك ها اسك لا تخلي انا لا تخلي انا سيتمولي هاي ترى المحاورة الداخلية بينه وهو حوار داخلي اسكحت اسكحت اللي عالق فيك اسكيب قال عليها الدكتور التاء قال الله والله يسرتك كذا مقدمين له تحيه كبيره دكتور التاء رمز من رموز ثقافه في البلد هو لمين العامل هي المليون شاعر واحد من اللي مدام كذا البرنامج مؤسسينه الحقيقيين وكان فيه إضافة فتبارك الله ما شاء الله نوعية الله يا الله والله قلت لي قال لي بدعك تحية كبيرة الله قال لي بدعك زين ولا تورد ما هو معنى زين ويمك زين لا يبرد عنك سم ويمك زين لا يبرد عنك سم العين بدعك زين ولا تورد ما هو معنى ما هو معنى زين ويمك زين لا يبرد عنك لا يبرد عنك سم العين الله يرزقك الله يرزقك النهاية حمد حكاها مولي البو قال عليه الله والله احمل البو والله والله البو البو المحفوظ البو المحفوظ فايز بالجائزة فايز بالجائزة والله والله الاخ صديق الله الله والله قلت له بيك التعدال ولكن شاف حكاية طليعة الارتجاء كيف الته اللي قال قف ته لا بيت عداء يلا لي مزيد القاب وكيف الته ته لا بيت عداء رانا مقدمين مولي تحية كبيرة لشاعر التوحيد البو المحفوظ اللي سهم معانا إسهامات كبيرة في إحياء الساحة الثقافية ومتمنين له إن شاء الله بإذن الله تعالى عنا مولد نجابر معاه في وقت قريب إن شاء الله وكان ظاهرة فتبارك الله إن شاء الله وكان على المستوى قلت لي قال شنو بتقول؟ أنا اللي قلت أنا اللي شد اللي قال لك وخير قال لي بدعك زين عين على قافك أنت اللي رديت بيها الأستاذ وبيك التعدال لكن شاف حكاية طليعة الارتجاء كيف الته اللي قال قاف ته لا بيت تعدال كيف الته اللي قال قاف على لك لا قلط اللي في حمل البو وخير حاضر في البديهة الأدبية والله يسم كبير كيف حمل البو هل ضد أصحاب تعرف حد صاحب من العالم كامل ياسر من زمن يختاري عرف بصاحبه واكتشف رقاج منه على صحبته بذيك المشاعر وهذا معناه عنه زل أمة وزل عالمية قاع ما هو اللي يترجم لا يتعد الناس كاملة مثلا تعرى عنه زال هالشي هذا القاف القاف ذا بيه لي بيه هذا هو خال قاف خير منه اخر ميوس هو قال 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 حد معنى ما جابوا يقلعبوه المختار الداده قال معنى ما جابوا يقلعبوه رانا مقدمين له تحيه كبيره وديك المدرسه الادبيه كامله اللي انجبت ياسر فطاحت وعلماء الادب العبقريه ياسر الخلاقه حق حق كل الادب الحق حق معنى ما جابوا يقلعبوه كاف من اربع تيف الواتم من البتيت ما لا جابوه يوك طلعت من السرلات وذاك اللي قال عندي عاتا عندي يخيع لقول انا اربع تيف الواتم بين لي اربع تيف الواتم فيهم معنى زين وفيهم سبق وفيهم خيال وفيهم احساس وفيهم شعرية وفيهم حضارة وتوب وانا نوع من القفان نختاروا عنه نختاروا عن تهيدينه ونختاروا عن كرزه ونختاروا عن صبه به اللي فيه المعنى. قاف 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 رانا مقدمين تحيه كبيره للاستاذ احمد.
عندي قلت لي اش لا تختتم مع ابي هون من غراض بغيتو انت بيد المشاهد دارك دور عدو فهم مستواكم وفهم منكم التراث الرفيع فتبارك الله يا اخي القزز ما حكيت مش الرأي اللي تبقي انت تحكي اخي قطعهم بعطي عليك بنتيت الناقص يعني احكي هذا الله تقول نعدتي ما قعدت ما انتي وبذاك استكحلتي فيا لنعتيلي كملتي به انتي كتيلي لكتيلي وكتيلي باللي فيك لين كمل يا كتيلي عوديلي ما نبقيك وكانت عوديلي يلا علينا زياد الله علينا الزين موعد اللي طلع نعتي لنعتي ما قعدت ما هلتي وبذاك استكحلتي فيا لنعتيلي كملتي به انتي كملتي به انت يا كتيلي لكتيلي وكتيلي باللي فيك لين كمل يا كتيلي عوديلي ما نبغيك يكون تعوديلي الله يديم زين الله يديم زين الله ايوا قلت الناقص عندي من محاولات وما محاولات تبارك الله ما شاء الله مقابسات فتبارك الله لهذا فتبارك الله ناضج وزين وملاه متواضع تواضع العظماء وقال لك ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ قول نبغيهم للعباد يغني بعد شواد عنهم يعود زاد عندي سواسج ايوه ونعيش انا مراد وقاني في الحج وانت مولي سداد مشكور وملوية للعمامة ونعاش قدامي مسقية وقهر يا الله رقاش هون وتوفى عدية ها 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 ترى الدعاوى يا عم عم نفعه هو لا يعجب يخص شمد خصوصية ما يقدر يدل بكرة عنك الله ريم الزين هاي طلعة هاي طلعة هاي طلعة فكرية مالة شو هاي طلعة رجالك ها 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 سكي نبغي جملة العباد يغني بعد الجواد عنهم ودوزاد عندي سواسية ونعيش أنا مراد وقاني في الحي وانتموني سداد مشكور وملوية للعمامة ونعاش قدام المسقية وقهر يا الله رقاش هون وتوفى لي يا الله ريم الزين لنختتم لكم بطليعة منا حذو الجرال مصدوم في دهشة من طب الرهشة من طب الرهشة ما عود ذي نفشة يهدي لحقوني سقمي في العطشة ما عيرتوني وعطشي في السد في الصدمة عطش السكوني المكرع في الماء ويقول سقوني مصدوم في دهشة من طب الرهشة ما عود ذي نفشة يهدي لحقوني عطشي في الصدمة ما عيرتوني مصدوم في دهشة من طب الرهشة ما عود ذي نفشة يهدي لحقوني سقمي في العطشة ما عيرتوني وعطشي في الصدمة يهدي لحقوني عطش في الصدمة عطش السكوني المكرع في الماء يقول سكوني إذا في ختام هذه الحلقة اللي فتبارك الله ما شاء الله اكتشفنا من خلالها وجهين أدبيين أول مرة يخوض معنا في مجلس الأدباء اللي هما فتبارك الله ما شاء الله البائز الثالث بشاعر التوحيد النسخة السابعة الأديب المختار للسعد اللي فتبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم عسى الخالقين بدأنا بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقاس بين البرور وقاس بين الوطنية وقاس بين الوحدة الوطنية وقاس بين البكاء على الأطلال وقاس بين النسيب وقاس بين الغزل وقاس بين النصح والإرشاد وبشبينا وقيم الدنيا وقعدها في متاهات وفي تهاويم من الأدب بعدنا ما استهدينا من وراه بشبينا في جالية من جاليات وفتبارك الله ما شاء الله وبعدنا ما قدرنا نمرقوا من ذيك الدوامة فتبارك الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وبعدنا ما فقنا من السكر الأدب الحقيقي فتبارك الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وبنفس المستوى بنفس العلاقة الملك العبقري فتبارك الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم محمد والسيدية والدمان اللي كان فتبارك الله اكتشاف من اكتشافات البرنامج اللي لا يعود فتبارك الله موضع دراسات بإذن الله تعالى ودور عود فتبارك الله ما شاء الله نجم من نجوم هذه الساحة الأدبية والثقافية ولكم تحيات المصورين الشيخ أحمد سالم وأحمد طالب
والمخرجة المساعدة فاطمة تمت بلال، وفي الصوت والتسجيل طهمان، وفي الإرسال والتسجيل طهمان، وفي الصوت مصطفى والمحمد. وتحيات مخرجتنا المتميزة بعيش من الطاهر، وهذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.